معي عبر الهاتف الدكتور فهد أشليمي العقيد، الركن المتقاعد، رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلامة، للحديث أكثر عن هذا الموضوع. دكتور فهد، أهلا بك معنا في استوديو الآن. بداية، ماذا يريد نتنياهو من خلال الاستعراض الذي أقامه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد نتنياهو يشعر بالتهديد، نعم، وهذا التهديد لو كان من دولة منضبطة لكان اتفقنا معه أن يكون هناك ممارسة ردع للتعديات الإسرائيلية والجرائم الإسرائيلية، ولكن هذا التهديد يأتي من نظام أساسا هو معادي لنا، يعني هو وإسرائيل في نفس الكفة، ولكن الإسرائيليين تحركوا لحماية مصالحهم وليست لحماية الحقيقة مصالحنا من هذا النظام. نعم. النقطة الأخرى، طبعا وجود سلاح نووي في المنطقة هو منافس لإسرائيل ويعتبر تهديد لإسرائيل. بنيامين نتنياهو عندما عرض هذه الأمور أراد أن يحدد أشكال عديدة. أولا، قدرة إسرائيل الاستخبارية على جلب المعلومات. نقطة اثنين، يؤكد على حديثه الذي تحدث به في الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ حوالي سنتين، وعندما أظهر رسم القنبلة وقال أن إيران في خلال سنتين أو سنة سوف تكون جاهزة. كان حقيقة دقيقا في قوله، ولا أعرف صحة هذا القول، عندما تحدث على 5 قنابل نووية. نعم. إذا نحن نتحدث على أرقام، وهو أعطى حدث وأعطى رقم لكي يعطي مصداقية. النقطة الرابعة، استقل هذه الفترة ووجود إدارة الرئيس ترامب، ولا أستبعد أن يكون هناك تنسيق، واستقل أيضا طيب. العزل نعم. الحقيقة اللي حادث بإيران لكي يسجل أكبر نقاط لصالحه وتجريد الحقيقة الإيرانيين من السلاح النووي الذي نحن خائفين منه. طيب دكتور فهد، يعني كيف يمكن التأكد من مصداقية هذه الوثائق برأيك؟ وما هي القيمة الحقيقية لهذه الوثائق؟ البعض يقول إنها قديمة أو لا ترمز لشيء. نعم، لا يوجد شيء اسمه هذه الوثائق قديمة. هذه وثائق تثبت عن فعاليات نووية إيرانية وعن تجارب وعن خطط مستقبلية وعن نوايا. تم تعجيل هذه النوايا لمدة 7 سنوات ولم يتم إلقاء هذه النوايا، وأدل على ذلك تم حفظها في مكان ولم يتم إعدامها. النقطة الثانية، نتنياهو يريد أن يجعل الرأي العام وأن يجعل الحقيقة دول اتفاق 5+1 تنظر إلى إعادة الاتفاق مرة أخرى، وهو موقف داعم للرئيس الأمريكي. النقطة الثالثة، هو يريد أن يقول للدول التي تتخوف من المشروع الإيراني النووي وبالتحديد دول مجلس التعاون الخليجي بأننا استطعنا أن نكشف لكم نوايا الإيرانيين. هذه كلها نقاط أراد أيضا أن يبين من خلال الإعلام وقيامه بنفسه بكشف الستار عن هذه الملفات ونزع المغلف الأسود اللي يغطي، لكي يقول أيضا أن نتنياهو شخصية تستطيع أن تتصدى لإيران وأن تحمي المواطن الإسرائيلي لأهداف انتخابية مستقبلا أيضا. نعم دكتور فهد، بالحديث عن كيفية الوصول لهذه الوثائق والحصول عليها، يعني كيف استطاع الموساد الحصول على مثل هذه المعلومات برأيك؟ بلا شك للحصول على كمية من هذه الوثائق تحتاج أنت إلى تعاون من الداخل، وتحتاج إلى فترة مراقبة طويلة، وتحتاج إلى خطة نقل، وتحتاج إلى خطة دخول، وتحتاج إلى خطة إخلاء. هذه كلها الحقيقة أعتقد أنها أخذت 2 سنين على الأقل في التخطيط لها. النقطة الثانية، لابد من وجود عناصر تعاونت من الداخل، ولابد من وجود معلومات كانت واضحة ودقيقة. هذه كلها الحقيقة تعطيك أن هناك جهد استخباري كبير، وأن إيران مخترقة استخباريا أيضا. نعم. طيب، هل يمكن الحديث عن دور للمتشددين في إيران في هذا المجال، تسريب مثل هذه المعلومات لإفشال الاتفاق النووي مثلا؟ لا أعتقد، يعني المتشددين في إيران هم الذين يريدون الاتفاق النووي، لا أحد يعني في إيران يعترض على البرنامج النووي، لأنه يعتبر من ضمن الشعوب. إفشال الاتفاق النووي وليس البرنامج النووي. نعم. نعم 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 نعم، هو الاتفاق النووي يعني كان المفروض
يحسن قدرات إيران الاقتصادية. ولكن الحقيقة لا أعتقد أن يكون هناك متشددين يريدون أن يفشلوا حكومة روحاني بشأن هذا الاتفاق النووي، ولكن هذا الكشف الاستخباري يدل أن نوايا إيران في الحصول على القنبلة النووية تأجلت ولم يتم إلقائها. نعم، إلى أي مدى يعكس مثل هذا الحصول على مثل هذه المعلومات وضع سلطة إيران وضعفها؟ أنا أعتقد النظام في إيران قوي، ودليل على ذلك أنه استطاع أن يقمع المظاهرات العديدة، لكن الأجهزة الأمنية قوية، ولكن هذا يعطيك أن هناك خرق كبير في نقل المعلومات وفي أمن المعلومات، وهذا الخرق لم يكن يعني صراحة جديد. يعني الإسرائيليين نزلوا فيروس اسمه ستاكسن وشلوا قدرة مفاعل بوشهر لمدة 4 شهور أو 5 شهور، بالتالي الاختراقات هذه واردة، لكن هذا هو اختراق الحقيقة عملي على الأرض بدلا من اختراق إلكتروني. نعم، الدكتور فهد الشليمي العقيد الركن المتقاعد رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام، أنا أشكرك جزيلا على هذه المداخلة.